صباح شلونك عمي؟ شلونك ابو حسين؟ شلون صحتك؟ بالكيف؟ اسعارها وتفاصيلها شوف الشاشه مالتها متابعينا الكرام. هاي الثلاجات متابعينا الكرام على اصدقائي ذني التليفونات القديمه الدوب هذا سبلة الحافظ متابعين الكرام طن وربع يسحب هذا دينك متابعين الكرام ايش السعر هذا؟ الاربع بوصات هاي غرفة هاي عش العصفور متابعين الكرام نظيف السلام عليكم جمعتكم مباركة اليوم 19/8/2022 أنا موجود حالياً بسوق النهضة لبيع الأغراض المستعملة في بغداد فقط للتوضيح الشارع اللي شوفوه متابعين الكرام هذاك اللي بالأخير هذاك فقط يوم الجمعة يفتح أما السوق اللي تشوفوه جوا الجسر هذا يومي يفتح من الساعة 9 إلى 3 العصر إن شاء الله تكون هاي النقطة واضحة لأنه هواي قاعد يسألوني من متابعين الأعزاء وطبيعي جداً النساء تدخل للسوق هذا السوق اللي تشوفوه جوا الجسر هذا يوميا يفتح من الساعة 9 إلى 3 العصر خلينا نشوف السوق والأغراض ونصور لكم إياها ونذكر لكم الأسعار والتفاصيل لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعموها لأن هي هاي القناة قناتكم أولا وأخيرا هذا تلفزيون دينك متابعين الكرام سمارت سعره 200,000 هذا شنو متابعين الكرام وهذا دينك ايش قد اسعاره العفو 85,000 هذا سبلة الحافظ متابعين الكرام يسحب 4 امبيرات طن وربع ايش قد سعره هذا 200,000 سعره 200,000 يم ابو كرار البراد هذا ماطور نحاس ابو 60 متابعين الكرام سعره 25,000 ماكينة لحين كوري كارتيا متابعين الكرام ايش قد سعرها 60,000 50 ينزل هاي كوري متابعين الكرام هاي اللحين ماكينة مال اللحين كارتيا سعرها 50,000 هذا براد مال مي عار بارد ايش قد سعره بكرار 50,000 هاي بنك الشحن متابعين الكرام 32,000 نظيفات سعر الوحدة على 25,000 يم ابو كرار مكانه يصير قدام الجراج مباشرة عنده خوش شغلات هذا سبلة واحد طن متابعين الكرام هيتاشي شغال وعلى الفحص نظيف كلش ايش قد سعره؟ 80,000 بس ما في صبر يعني ولا اكو متابعين الكرام هذا الكاروك سعره 25,000 هذا حديث قديم هاي ترباية على نفرين متابعين الكرام ايش قد سعرها؟ 90,000 هاي العربان اصدقائي حلوه نظيفه على 40,000 هاي تصير مال نفرين الاسم بالخير ابو حيدر فعوكم تليفونه اي شيء تحتاجون من عنده اتصلوا عليه هاي العربانه متابعين الكرام على 15,000 متابعين الكرام هذا تخم ملكي 6 كراسي وقنفه واحده وياها هاي الطبلات الخمسه ايش قد سعره ابو 450,000 هذا خوش تخم متابعين الكرام هذا ملكي وشمته حلوه هاي الطبلات وياه طلعت بالداخل هاي طبله سوريه متابعين الكرام ايش قد سعرها هاي سيد 40,000 100 متابعين الكرام ويا كراسي 2 هذا تركي ابو هذا تركي سعره 80,000 يم سيد رحيم تليفونه قدامكم متابعين الكرام هذا تخم سعره 400,000 كم قطعه هذا سيد هذا 10 مقاعد يم سيد رحيم شيء حلو
وقتكم هذا بصراحة. السلام عليكم. السلام. شلونك عمنا العزيز؟ شلون صحتك؟ متابعين هواي يحبوك. مرحبا. يسلمون عليك. الله يسلمك. شوفنا ايش عندك الله يخليك. والله عندي هذا السنك وملحق. سنك وملحق. سنك وملحق. كم سعره؟ سعره 150 ألف. هذا ايش قد مات العرض؟ متر. متر؟ اي متر. 150؟ 150. والله شوفني مات الداخل. هذا الجديد هذا ابو؟ هذا الجديد ما مستعمل. هذا سنك متابعينا الكرام وملحق وملحق وكاونتر. ايش قد سعره؟ هذا 225. 225. وهذا العفو؟ هذا 225. هذا هم ثلاث قطع متابعينا الكرام 225. هذا قطعتين متابعينا الكرام سعره 100,000 نظيف. هذا هم قطعتين متابعين الكرام ايش قد سعره؟ 125,000 مترتين. هذا متابعين الكرام. هاي الثلاجة ابو سيف؟ ثلاجة هاي 10 تشغيل تجميد فاونة. والله افتحنا اياها؟ هاي نظافتها متابعين الكرام. ايش قد سعرها ابو؟ هاي 80,000. 80,000 التشغيل. التشغيل. هاي عش العصفور متابعين الكرام نظيفة. ايش قد سعرها هاي حبيبي؟ 70,000. شلونك يا غاتي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. قالوا عندك غرفة حلوة. ايه عندي من اربع عندي ستة ملحق. ستة ملحق عندك؟ اي احطاطي مو شغل سوقي. اللي هنا موجودة والله شوفني اياها. الاربعة الاربع بوصات. هاي غرفة متابعينا الكاملة. هاي الميز تواليت مالتها. هاي الميز تواليت مالتها خليها شوي شوي اعرضها. هاي الميز تواليت. هاي الميز تواليت مالتها متابعينا الكرام. هاي الزاوية. هاي الزاوية. خلينا نشوف الشرباية ونحول عليك الكور. هاي الشرباية مالتها. هاي متابعينا الكرام الشرباية مالتها. هاي غرفة كاملة اصدقائي محترمة. اذا واحد من عندكم راد هاي الغرفة متابعين الكرام تليفون صاحبها قدامكم تصلوا عليه. نشوف الكنتور مالتهم. هذا الكنتور اصدقائي ابو الاربعة. اربعة بوصات. نظيف. ايش قد سعرها؟ طيب في غرفة 250. كاملة 250 الف؟ كاملة كلها. صاج اربعة بوصات. صاج متابعين الكرام. حلوة نظيفة. تخم خمس مقاعد فقط. هذا خمس مقاعد متابعين الكرام. قد سعره هذا؟ هذا سعره 160,000. 160,000. شلونك عمي؟ الله يساعدك. شلون صحتك؟ مرحبا يا امين. الخلاطات قد اسعارها؟ الخلاطات عرض خاص 20,000 اصلي باله صناعه المانيه. وهاي العطور؟ العطور على 1000 دينار هم باله في شكلين 1000 دينار اصلي. كابلات فيتناميه ب 1000 دينار. سماعه ب 1000 دينار. عندنا هاي مكاين مال حلاقه باله هم باله ب 7000 دينار. هاي المكاين؟ اي وبها مجال ب 6 هم نبيعها. عرفة حوص. دني على 1000؟ على 1000 دينار. هاي كل حاجه ب 1000. عندك هاي التيشيرت ب 1000 دينار. كل الاحجام ب 1000 دينار. تيشيرت ب 1000 دينار. تيشيرت ب 1000 دينار. تنزيلات. كلها على 1000 دينار. اسم بالخير عمو. ابو غزوان. اعطي لكم تليفون اي شيء تحتاجون تصلوا عليه. ايباد متابعينا الكرام امريكي ذاكرته 64 يرهم للالعاب ويوتيوب سعره 50,000 وبضمان. اذا تحبون تستفسرون تليفون صاحب اسمه كرار كل جمعة موجود بالنهضة اتصلوا عليه. متابعين الكرام دني تليفونات القديمة إذا تتذكرون هنا في تذكرون هذا الدب. إيش قد سعره هذا الدب؟ 15,000. هذا على 15,000. مستقبل هذا الدمعة. هذا الدمعة إيش قد؟ دمعة 20,000. هذا على 20. تليفونات قديمة هنا موجودة سوق النهضة كل شيء بسعره.
هاي الثلاجات متابعين الكرام على 125,000 نظيفات وعلى الفحص. هاي الفيشر اصدقائي على 75,000. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك وائل؟ شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ الله يعزك. الله يحفظك. شنو هاي الميوزه الحلوه؟ والله هاي الميوزه مال طعام. ايش قد اسعارها ذني؟ بيش؟ 150,000. 150,000 وياها اربع كراسي. الاسعار كلها بيها مجال. اللي يجي من طرفي متابعين الكرام يراعيهم بالاسعار. هاي جامة انشال وائل؟ هاي تنبحر. على مسار بشير وتحرير. جامة ثقيلة مالها. هذا تركي. راح اعطي لكم تليفون وائل اذا تحتاجون شيء خبروا ما يقصر وياكم. هاي كراسي مال مكتب دوار متابعين الكرام. قد اسعار هذني وائل؟ على 45. 45 انا كله مستعمل. شلونك عمي؟ شلونك ابو حسين؟ شلون صحتك؟ شلونك يا الغالي؟ شلونك صحتك؟ عين مبارك عليك. رحم الله والديك. الله يحفظك للجميع ان شاء الله. هذا شنو هذا الكاونتر الحلو؟ هذا كاونتر تركي ابو حسين. ايه؟ هذا على 300. اي واحد ابو حسين؟ هذا صباح. هذا 5 قطع ابو حسين. هذا مترين هو والمعلق مالي، وهذا متر ونص السنك، وذاك متر ونص هو والمعلق. ايش قد 450، 5 قطع. 450,000، 5 قطع، متابعين الكرام. باثنين الا ربع ما يفصلونه والله. صباح هاي المرجوحه ايش قد سعرها؟ 150. 150,000؟ اي والله نهايتها. ويا المخادد مالتها؟ اي كامله. كامله. متابعين الكرام هذا ميزة واليد ويا هذا الكوميدي شيء محترم 200,000 بمعرض الأخ صباح القريزي. هاي بخمسة وثلاثين. هاي الشرباية الأولى بخمسة وثلاثين. هاي بخمسة وثلاثين. هاي بخمسين. 50,000. متابعين الكرام هنا محل صادق أبو جعفر متخصص ببيع الطباخات. شلونك عمي؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. تعرض اني ذن الله يخليك. يعني الرياضيات اذني الباب الاول. ايه. سعر الواحد 240,000. 240 كريازي. كريازي باب الاول. 5 عيون. كريازي باب الاول. الاشتار. اشتار متابعين الكرام. 5 عيون. هذا الاشتار 5 عيون. فرن فوق فرن جوه كله شغال وبيه ضمان سنة وجميع الطباخات بيهم ضمان سنة. سعره 160,000 دينار. الصغير هذا الاحمر سعره 75,000 دينار. هذا النموذج طبق جامعة دين الاستيلات المصري سعر 1% وبيه مجان. هذا الرويال المصري كذلك. هذا الايطالي. الايطالي سعره 175. هذا شلون هذا سعره 160. 160,000 جاهز على الفحص برنا عيونه كله شغال. وكذلك هذا ال جي العربي متابعين الكرام ايش قد سعره؟ 160. 160 راح اعوف لكم تليفون. تليفوني 0 صادق. اتصلوا عليه ما يقصر وياه. متابعين الكرام هذا ديوان 8 مقاعد سعره 300,000 موجود بسوق الناظر. شيء حلو مرتب دوشمته حلوه لونه حلو. كرار شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. هاي الاجهزه ايش قد اسعارها؟ تفاصيلها؟ متابعين الكرام هذا اول واحد بي واي فاي حديث هذا يعني اخو جديد تقريبا. ليه سعره موجود هذا مكانه؟ ايش قد سعره هذا؟ يطلع 200. موجود حجم المحمول. شوف الشاشه مالته متابعين الكرام سعره 200,000. لا حجم هذا 150. كرار دني على 150. 150 ذاك ميكانيك بدون مطور 200,000. قرار هذا شنو هذا الجهاز؟ هذا الجهاز بخار ومساج. بخار ومساج. قد سعره هذا؟ 150,000 متابعين الكرام. أنا الأخ الحبيب خالد الدراجي. شلونك حبيبي؟ جمعة مباركة. الله يسلمك. هذا شنو هذا التحفة هذا؟ هذا مصري 10 مقاعد. مصري 10 مقاعد. 600.
هذا شنو الخشب مالته؟ خشبه كله زان. زان. حراري ولا قوي. عاش كيدك والله. ايش قد سعره؟ 600 وبي مجال. 600 وبي مجال. وهذا التخم خالد؟ هذا بسين 10 مقاعد. 10 مقاعد تركي. 225. طبعا لونه كلش حلو ودوشمته حلوه. والخشب مالته شنو هذا الخشب مالته؟ هذا خشب عراقي. عراقي بس شيء حلو بصراحه. يم معرض الاخ خالد الدراجي. لا خالد هذا في المقاعد. من مقاعد هذا شنو هذا؟ هذا عراقه بالتاج شغل تفصال موسيقي. عراقه بالتاج ايش قد سعره يا خالد؟ 275 بي مجال. شنو هذا التحفة؟ هذا الزيتوني سعره 550 متابعين الكرام. بس شيء تحفة بصراحة. 10 مقاعد لونه ودوشمته بديعة. حمد شلونك؟ جمعة مباركة. هاي الغسالات قد اسعارهن؟ الغسالة على 50. قد؟ 50,000. على 50,000. والله 65. ذني مستعملات متابعين الكرام. بس نظيفات وعلى الفحص. وذني بيش اللي ورا؟ ذني على 65. 65؟